فيكم أصدقائنا وأحبتنا بكل مكان بحلقة جديدة من طاقات بلا حدود. طاقات بلا حدود برنامجكم اليوم اللي بيطل عليكم كل يوم من الأحد إلى يوم الخميس وعلى مدى ساعة كاملة من الساعة 12 للساعة الواحدة ظهرا بمواضيع الجديدة والمميزة. قبل ما أبدأ حلقة اليوم خلوني مستمعينا الكرام أشكر لجنة أصدقاء الهلال الأحمر السعودي للمتطوعين على تكريمهم لي أمس بطبعا الحفل اللي أقام تحت رعاية صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت حسين العذل. يعني جدا حفل كان جدا أكثر من رائع، تشرفت بتقديمه أمس البارح في فندق الانتركونتيننتال بجدة، ويعني شيء نفتخر فيه كون في ثقافة التطوع موجودة عندنا في المملكة. كان في نخبة كبيرة من كل أنحاء المملكة، تخيلوا من منطقة الشرقية، من منطقة الرياض، من المنطقة الغربية مكة المدينة المنورة، أيضا من منطقة عسير. شيء من جد نفتخر فيه. أيضا أقدم الشكر لصاحبة السمو الأميرة فهدة بنت حسين العدل على كل كلام اللي قالته أمس وعلى دعمها، وإن شاء الله يا رب دوم أكون عند حسن ظن الجميع. أما الآن خلونا نستقبل مع بعض ضيفتنا من جائزة الإصرار اللي بيطلون معانا كل خميس، بيكونوا موجودين معانا وسمعنا يمكن على الأيام اللي طافت أو الأسابيع اللي طافت مجموعة من قصص أكثر من رائعة، قصص شباب وبنات الإصرار. جائزة الإصرار لكل اللي حابين تعرفون عليها أكثر وأكثر، كل اللي عليكم أنكم تدخلون على موقعهم الإلكتروني على www.jaisraraward.com أو عبر تويتر على @israraward وشاركوهم أيضا بهاشتاجاتهم، هاشتاج جائزة _ الإصرار وهاشتاج المصرون، وفعلا يستحقون. أيضا كل خميس راح يكونون أكيد متواجدين معنا مثل ما سمعنا بالأسابيع اللي مضت قصصهم، لكن الأيام القادمة راح نسمع أكثر وأكثر أشياء أكثر حماسية. شاركوني على أرقام تواصلنا للمشاركة عبر الاسم مشتركين الاستيسي على 8477 00، موبايلي 640660 زين 746262، وبالنسبة لخط هاتفنا المباشر والمجاني على 012-61-61-100. شاركونا، تقدرون تقولون أيضا أنتم قصص إصراركم بعد، وأيضا لا تنسون صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أف أم. خليني أرحب ورحبوا أيضا أنتم معي مع ضيفتنا اليوم من شركة تام الأستاذة هدى الحسيني مديرة البحث والتطوير في جائزة الإصرار. مساك الله بالخير من جديد أستاذة هديل. أنا قلت هدى صح؟ قلت هدى. يلا كلكم حرف لها كاتبتها هدى على فكرة فلوريكا. مساك الله بالخير أستاذة هديل. مساك الله بالنور أمينة، شكرا استضافتنا، فعلا كل خميس المميز بالنسبة لنا وتواجدنا مع يعني طاقات بلا حدود وألف ألف أم ومعاك يا أمين الله يعطيك العافية. يعني إحنا الأيام اللي طافت أستاذة هديل سمعنا قصص يعني ساعات، وأنا بسترد مرة ثانية يعني القصص اللي طافت معانا، يعني من جد ساعات بحس أقول يا الله، يعني الواحد ساعات بيقول يا الله مر عليه أشياء ما يقدر إنه يتحملها أو أشياء مرة صعب على أساس إنه قدر يلاقي وظيفة، لكن لما نسمع القصص اللي طافت نلاقي إن إحنا ما مرينا لا بعقبات صحيح ولا بصعوبات، وأمورنا كانت كلها والله ميسرة. صحيح صحيح والله ما شاء الله، قصص رائعة، قصص تغير معنا الإصرار، تغير معنا ونظرتك للإصرار ونظرتك للصعوبات اللي نواجهها في الحياة. صحيح، بس خليني معلش عفوا أستاذ هديل أذكر مستمعينا أن في 200,000 ريال سعودي بانتظار طبعا اللي تشاركوا، كان في 841 مشارك ومشاركة، تصفوا منهم 10 رح إن شاء الله تشوفونهم على صفحاتهم زي ما قلت لكم على www.israraward.com، رح تبدون تصوتوا لهم إن شاء الله، مجرد ما نقول ابدوا التصويت رح تربحونهم طبعا الشاب أو شابة 100,000 ريال سعودي على بحثهم عن وظيفة، وفي 100,000 ريال ثانية طبعا لكل رواد الأعمال، وأنتم ما رح تطلعون فارغين الجيوب زي ما يقولون. صح؟ صحيح صحيح. كم في عند في عندنا آيباد راح توزع على للتصويت. كم واحد بس؟ راح تكون 10 آيبادات. 10 حلو، 10 آيبادات. طيب انتم وين وصلتوا استاذه هديل؟ اي وين الحين وصلتوا في مرحله جائزه الإصرار عقب ما سمعنا هالقصص هذه اللي طافت؟ القصص العشرة الان كتبت لها سيناريوهات، قصص، فيديوهات، كتبت المشاهد، كتبت كيف راح تتصور كل مشهد، ايش راح يحصل فيه. طبعا كل المشاهد، كل القصه مستوحاه بالضبط من القصه الحقيقيه حقت صاحب القصه او صاحبه القصه.
كتبت المشاهد، وإن شاء الله تم التواصل مع المشاركين. خلاص راح يبدأ التصوير راح يبدأ تصوير القصص بداية الأسبوع القادم، أو ممكن كمان، أنا ما متأكدة، بس ممكن في قصص بدأ تصويرها. أنت قلت أستاذة هديل إن بدأت تكتبون السيناريوهات حقت القصص، يعني في ناس متخصصة هي اللي قعدت معاهم وسجلوا قصصهم وراح يكتبونها لهم؟ نعم زي مسلسلات بالضبط، شركات إنتاج متخصصة احترافية هي اللي أخذت القصص، أخذتها من قصة مكتوبة إلى سيناريو، كيف يتصور مشهد أول مشهد ثاني مشهد ثالث، التنقل كيف الكاميرا راح تصور، من أي الزوايا التصوير بتفاصيل كاملة، كيف راح تصور الفيديوز. طبعا أبطالها الحقيقيين. نعم هم أصحاب القصص اللي راح يصوروها. طب وإذا في ناس مساعدة بحتجبونهم ممثلين يساعدونهم أو؟ نعم راح يكون أكيد، راح يعني يكون في ناس دعم يعني عشان تجمل الفيديو وتخلي درامي أكثر وجذاب للناس. كثير حلو صراحة، يعني حمستينا من جد، وأنا راح أعلن لكم مجرد ما تنزل هذه الفيديوهات. هي 10 عدل؟ هي 10 مظبوط، 10 عشان تدخلون وتشوفون وتصوتون يعني زي ما يقول الأروع القصة. نعم راح تعرض إن شاء الله على موقع الجائزة 11 يناير. راح نطلع فاصل راح نرجع نواصل. لا حدود، نحن نستثمرك مع أمينة العبد الله. أذكركم أن اليوم معنا الأستاذة هديل الحسيني مديرة البحث والتطوير بجائزة الإصرار، وزي ما قلت لكم في 200 ألف ريال سعودي. الألف ريال الأولى راح طبعا تروح من نصيب أحد المرشحين أو المرشحات اللي ترشحوا بجائزة الإصرار، واللي طبعا سمعنا قصصهم بالأسابيع اللي طافت. كل اللي عليكم تدشون على www.israraward.com، ومجرد ما تنزل فيديوهات تبدون تصوتوا لهم. 100 ألف ريال سعودي لأحد طبعا العشرة المشاركين من اللي فيهم يستحب فعلا أنه يأخذ هذه الأمية، والأمية ريال الثانية لأحد رواد الأعمال أيضا اللي شاركوا في المسابقة. أيضا اعملوا لهم فولو، شاركوا معاهم بصفحتهم بتويتر على إصرار أورد، وشاركوا بهاشتاقاتهم على هاشتاق جائز أندرسكور الإصرار وهاشتاق المسرة. أستاذة هديل، انت قلتي راح يكون في ناس كانت متخصصه هي اللي كتبت السيناريوهات لهم، والتصوير زي ما قلتي فعلا زي في المسلسلات. نعم. في الاكشن والكاميرات. نعم زي ما قلت لك تم كتابه السيناريوهات بشكل مفصل جدا، زي شيء شركه احترافيه اللي كتبت الفيديوهات بطريقه احترافيه وكتبت، وراح يتم تصويرها ان شاء الله كمان بطريقه احترافيه. راح يتم التصوير خلال الأسبوع القادم، وبعدها المونتاج والتعديل وكذا، ورح تعرض على موقع الجائزة israraward.com يوم 11 يناير، يعني تقريبا بعد 15 يوم من الآن. أسبوعين يعني. قدام المستمعين أسبوعين. نعم. يبدون يدشون يشوفون الفيديوهات. طيب أنتوا صورتوه في أماكنهم، يعني لأن كان في من الناس المشاركة بتذكر من حايل أعتقد. نعم. وفي من عنك، من منطقة الشرقية. في من جزان. من جزان. عفوا نجران. أو نجران. نجران نعم. تروحتوا لهم الأماكن هذه. نعم. صورتوهم. نعم. تصورت القصص في يعني في مدنهم، مدن كل شخص تصورت قصته. شيء حلو صراحة، لأن أول مرة يصير عندنا بحس في المملكة شيء زي كذا، يعني إنه في مسابقة بيروحون يصوروا لهم، يعني حتى لو ما كان لهم شرف إنه مثلا إنه هو اللي فاز في 100 ألف ريال، أنا بعتبر شرف كبير إنه شارك وتصور. نعم. له فيلم لحياته والله العظيم من جد. طيب أنت قلت رح تعرض إن شاء الله على 11 جانوري أو 11 يناير الشهر الجاي. نعم. طيب تجهيزاتكم للحفل الختامي، طالما إنه وصلنا قربنا على الحفل الختامي. نعم. إيش هي التجهيزات بالضبط اللي قاعدين تسوونها؟ التجهيزات تقول لك على في أعلى مستوياتها. التجهيزات ما شاء الله، يعني اجتماعات مع شركة برضك الحفل الختامي مسكته شركة تجهيز حفلات أو شركة إدارة حفلات احترافية محترفة، هي اللي بتنظم بترتب له بتجهز له، فاجتماعات أسبوعية تقريبا معاهم عشان خلاص يعني آخر الوقت تقريبا قصير. بدأت تجهيز الدعوات الخاصة للشخصيات المهمة والشخصيات المدعوة، دعوات VIP ورح ترسل لهم قريبا. ونعم. طيب. يعني التجهيز خلاص يعني على عالي. طيب من اللي رح يكون الحضور عندكم؟ عطينا أسماء. عندنا رح تكون طبعا من الحاضر، رح يكون وزير العمل هو الحفل يقول لك برعايته، وزير العمل مع وزير العمل مهندس عادل فقيه،
أستاذ إبراهيم المعاقل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية اللي هو جائزة الإصلاح مبادرتهم. راح يكون أيضا في من لجنة التحكيم اللي هو أستاذ إبراهيم المعاقل طبعا هو على رأسها, أستاذ دكتورة ثريا عبيد عضو مجلس الشورى. راح يكون معنا نعم أستاذ عصام الزامل مدير شركة رمال لتقنية المعلومات, أستاذ علي شنيمر مهندس علي شنيمر, مهندس محمد المعاقل أو العقيل, هم هذول أعضاء لجنة التحكيم. في بعد كده أسماء VIP بس لسه شوية متحفظين عليها, نعم نعلنها بعدين. نعم طيب أستاذ هديل, هذا جائزة إصرار واحد. نعم إن شاء الله راح يكون في اثنين وراح يكون في ثلاثة وأربعة إن شاء الله. إن شاء الله راح يكون يعني خلاص من الآن إحنا متأكدين إن شاء الله راح يكون في موسم ثاني لجائزة الإصرار. جميل. وبعد كده إن شاء الله مواسم أخرى بعد. نعم يعني خططوا شنو راح يكون اثنين وثلاثة ولا لسه ناخذ نشوف مستمعين إيش ممكن يقترحون علينا؟ لسه الترتيب لها يبدأ بعد ما نقفل. بعد ما تخلصوا إن شاء الله. طيب إحنا أنا بنتظر الآن مشاركات مستمعين اللي حابين يتشاركوا معنا, شاركوني على أرقام تواصلنا. راح نبدأ ناخذ اتصالاتكم للي حابين يتشاركوا معنا عبر الـ SMS مشتركي الـ STC على 84-7700 موبايلي على 640-660 زين 7462-62. وبالنسبة لخط هاتفنا المباشر والمجاني راح يكون على 012-61-61-100. وأيضا شاركونا بصفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @@FM وأتمين العبدالله. طيب أستاذة بس هدين قبل ما أبدأ أخذ الاتصالات, بالنسبة للأشخاص مثلا يعني إحنا بنعرف عاداتنا وتقاليدنا, يعني ممكن في بنات ما يقدرون يصورون الفيديو ولا عادي؟ البنات اعطيناهم الخيار, يعني هم طبعا محجبات ومنقبات فاعطيناهم لهم الحرية الكاملة يطلع بنقاب بالحجاب زي ما في مشكلة. ما كان عندهم أي مشكلة. كلهم سجلوا بناتنا السعوديات. نعم البنات سجلوا بكامل يعني سترتهم وحجابهم. حلو كده. طيب خليني أخذوا المشاركات فيها معنا اليوم. نقول ألو. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منو معاي؟ معك زهرة. مساء الخير. يا هلا حياك الله يا زهرة. أخبارك؟ تمام عيوني. زهرة أخبارك يا دكتورة؟ الحمد لله. كيف حالك يا زهرة؟ الحمد لله. زهرة حلو هذا شو اسمه الإصرار صح؟ نعم جائزة الإصرار. أنت استمعت للقصص يا زهرة ولا ما سمعتي لهم؟ كيف؟ سمعت القصص اللي طافت معانا في طاقات؟ قصص البنات؟ لا والله ما سمعت. ما سمعتيها؟ طيب خليكي تابعينا يا زهرة وإن شاء الله راح تسمعين أو في موقعهم على الإنترنت بعد راح تنزل القصص وتشوفينها يعني بشكل قصة بشكل مسلسل زي ما بيقولون أو تمثيلية, وادخلي وصوتي للقصة اللي تحسين أنها تستحق فعلا اللي هي تترشح لـ 100,000 ريال. طب زهرة عندك حاجة حابة تضيفينها يا قلبي؟ أي والله يعني بغيت أقول يعني صح ما عندي قصة إصرار بس يعني في ناس يعني أشوف نفسي صغيرة عندهم يعني الله يخليهم يروحون الاختبارات وهم في حالة يعني حتى كلمة معاقة ما يستاهلون. يمكن أقول أنا عن نفسي معاقة سبحان الله وأحب يعني أهنيهم. أكيد يستاهلوا أكبر تحية. أكيد صحيح. شكرا لك يا زهرة, شكرا على مداخلتك. فعلا زي القصص اللي سمعناها أشياء يعني فعلا ما كنا نتخيل بصراحة أنه في قصص بالطريقة هذه. خليني أخذ مشاركة ثانية. نقول ألو. سعد مساكم. ألو. ألو ألو اسمعونا عبر الراديو. ألو. طيب ألو مشاركة ثانية. ألو. يا هلا والله. منو معانا؟ ألو هلا والله. شخبارك شلونك؟ الحمد لله تمام. منو معاي؟ معك أضواء القحطاني. أروى القحطاني مين؟ أضواء. أي أضواء. هلا والله. يا هلا والله يا أضواء. تمام أنت شلونك يا قلبي؟ والله الحمد لله تمام. اليوم أصريت إلا أتصل. أول شيء حاب أهنيك بتكريمك من جهة الهلال الأحمر. أقولك مبروك بعد قلبي. إن شاء الله من نجاح إلى نجاح تستاهلين كل خير قلبي. وبرنامجك جدا روعة. حاب أشكرك جدا على البرنامج جدا روعة. يحبني لك. أحبك وموت فيك وشكرا لك أضواء يعني عشان تعرفي. وأنا بعد أحبك. يعني إيه هي ومجموعة البنات اللي معي في تويتر يعني من جد سبورتينج وداعم الأمينة العبدالله وأنا كثير مبسوطة مثل ما بشوف كتاباتك سمع صوتك يا أضواء. وأنا بعد مبسوطة أكثر وبرنامج جدا صوتك هو بحد ذاته هو نطاقات بلا حدود.
شكرا يا قلبي. طاقات بالحدود، عفوا انا دائما اغلط. اي انت تكتبينها نطاقات يا غضوة، بعمل عليك غرامه مسكتوها عليك خلاص. حبيبتك مشكوره يا اضواء، وجدا سعيده اني سمعت صوتك، ودائما خليكي مشاركه معانا. وانا اسعد قلبي، حابه اوجه لك تحيات، وحابه اوجه لنها وهنيه ان شاء الله بسلامه امها وبالطهور ان شاء الله. بعد قلبي وبالتوفيق قلبي، الله يوفقك دنيا واخره يا عمري، ويوفقك ان شاء الله، ويوفق كل غالينك يا حبيبتي. تسلمي لي يا عمري. امين قلبي. شكرا لك. خلينا صراحه الشا مره يعني حلو تسمع الناس بيحبونك وبيدعوا لك من يعني بظهر الغيب. ناخذ مشاركه جديده، نقول الو. الو. نعم يسعد لي مساك اخوي، منو معانا؟ عبد الله. عبد الله من وين يا عبد الله؟ من جده. من جده، تفضل يا عبد الله، حاب تشاركنا بكلمه، عندك مشاركه، عندك؟ والله انا حاب اشكركم على البرنامج هذا بصراحه، يعني برنامج يعني معبر للشباب كلهم. شكرا لك. سمعت عبد الله، سمعت قصص الاصرار اللي شاركوا معانا الايام اللي اول اسابيع اللي طافت؟ اي انا اسمع البرنامج قديم، اسمع البرنامج. حلو، ايش رايك بقصص البنات والشباب اللي شاركوا معانا الصبايا؟ والله انا احيي كل اللي دعموا بالقصص كلهم. اكيد. يلا انت عندك قصه اصرار عبد الله ولا ماكو؟ لا لا ما عندي، انا بس حبيت اهنيكم على البرنامج وبس. شكرا لك، وانا جدا سعدت بمشاركتك. طيب احنا حنسالهم، كل اللي يتصل حنسال قصه اسرار. استاذه هديل ايش رايك؟ صحيح ممتاز. يلا نجهز لست السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى، وكل شبابنا يستحقون، والصبايا والبنات كلهم طبعا يستحقون انهم يشاركون معنا اليوم. نبي نسمع قصتكم، شلون قدرتوا تلاقون وظائف. رح نطلع فاصل نعود اخرى. طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع امينه العبد الله. مساكم الله بالخير وعساكم على القوة، رحب فيكم من جديد مستمعينا وأصدقائنا في كل مكان. رحب بكل اللي طبعا كانوا معانا منذ بداية طاقات بلا حدود، واللي أيضا انضمونا في هذه اللحظات. أذكركم أن كل خميس بيطلون علينا طبعا من شركة تام من جائزة الإصرار. أذكركم أيضا بموقعهم الإلكتروني للي حابين طبعا إن شاء الله لما يبدأ إطلاق الفيديوهات الخاصة بالمرشحين. كل اللي عليكم أنكم تدخلونهم على موقعهم على www.israrawards.com وتصوتون للعشر المرشحين لجائزة الإصرار، وأيضا أعملوا لهم فولو وشاركوهم على صفحتهم بتويتر على @israrawards وهاشتاقاتهم التالية: هاشتاق جائزة أندرسكور الإصرار، وأيضا هاشتاق المسرون. وأيضا لا تنسون طاقات بلا حدود كل خميس. أيضا خلوني أرحب مرة ثانية بضيفتنا الأستاذة هديل الحسيني، مديرة بحث وتطور في جائزة الإصرار. مساك الله بالخير من جديد أستاذة هديل. مساك الله بالنور أمينة، أهلا فيك. خليني أيضا أذكرهم على السريع بأرقام تواصلنا اللي حابين تشاركوا معنا في حلقتنا اليوم. شاركونا عبر الاسم اس مشتركين الاستيسي على 847700، موبايلي على 640660، زين 746262، وبالنسبة لخط هاتفنا المباشر والمجاني 012-61-61-100. صفحتنا بالفيسبوك وأيضا بتويتر على @ألف ألف أفأم وأتمينة العبدالله. الآن رح نرحب أنا أستاذ هديل بالمهندس الأستاذ ممدوح الشلال، عضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال، ومدرب ومستشار تطوير الذات، وأحد أعضاء لجنة التصفيات. نعم، اللي اختاروا أفضل 10 قصص إصرار شاركت معنا في الجائزة. نعم مساك الله بالخير أستاذ ممدوح. الله يمسيكي بالخير أختي الكريمة والأخت هديل، حياكم الله جميعا. يحييك. أنت كنت أحد أعضاء لجنة الترشيح أستاذ ممدوح في جائزة الإصرار، يا ليت تعطينا يعني، أكيد سمعت قصص، يعني إحنا سمعناها على مدى الأسابيع الماضية، سمعنا مجموعة مهولة صراحة من القصص أكثر من رائعة. يا ليت تعطينا حضرتك كعضو لجنة الوطنية لشباب الأعمال، تعطينا رأيك بالقصص اللي سمعتها. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. الحقيقة يعني القصص اللي سمعناها أو شاهدناها أو عملنا لها مقابلات كانت قصص ريادية يعني في غالبها الحقيقة، وكل قصة لها استفراد خاص معين، إما في جانب اجتماعي مر فيه الظرف أو في جانب مالي أو إلى آخره من هذه الأشياء. الحقيقة يعطينا انطباع كبير على الروح العالية لدى يعني أبناء وطننا الكريم وإصرارهم للوصول لما يريدون، سواء تحقيق وظيفة أو بيزنس خاص جدا. وكانت كل قصة لها ميزة معينة تضيف يعني الحقيقة يعني قيمة، أما تضيف خلق، أما تضيف يعني مهارة إلى آخره من هذه الأشياء، القصص بشكل عام يعني. نعم، أنت قلت نقطة أستاذ ممدوح يعني أنا جدا أشكرك عليها، لأن دائما إحنا بنسمع عن الشباب السعودي وعن يعني حتى البنات
انهم كسالة ما يبون يشتغلون، ودائما انا برددها بقول لا احنا ما عندنا يعني لا بنات ولا شباب كسالة، بالعكس يمكن ما جاتهم الفرصة ان يبرزون، او الصورة العامة هي اللي معمم عليهم او عاملتهم زي الكفر، يعني انهم شباب ما يبون يشتغلون. لكن من خلال قصص الاصرار اللي حذفتكم يعني رشحتوا العشرة منها واللي احنا سمعناها، هذا بيعطي صورة مغايرة عن شبابنا. مو بس من خلال الجائزة، أنا كمدرب ويعني لي أكثر من 15 سنة الحمد لله في التدريب، يعني دربت ناس كثير، يعني أنا أتكلم يعني عن داخل السعودية الشباب والشابات، أنا شايف مواهب يعني مبدعة جدا غير طبيعية، بتكلم عن مستوى حتى العالم، حتى دربت في الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا، شفت أبنائنا وبناتنا هناك، أخواننا وأخواتنا، يعني شيء يعني مفخر الحقيقة. يعني أنا متأكد جدا في أي مجال في أي فن يعني يستطيعون شبابنا أنهم يبرزون بإذن الله عز وجل. حقيقة في بعض الـ يعني الـ الـ الوظائف أو الأعمال أو المهام تتميز فيها جنسيات حسب ما نعرف أحيانا، وهذه يعني فسيولوجية طبيعية لكل بلد، لابد كل بلد سبحان الله يتميز أهله بشيء معين بناء على الكالتشر وثقافة المنطقة. لكن انا اقول ان الشاب السعودي من اقوى اللي انا يعني حسب تجربتي البسيطه من اقوى المهارات اللي يملكها غير المهارات العمليه، مهاره التخطيط الاستراتيجي وقدرته على القياده. يا سلام، من اهم المهارات لاي مشروع لاي شيء. انا دائما اقول يعني السعودي او السعوديه بالعموم من افضل الناس اللي يقومون بدور القياده. يس، هذه صراحة أنا ودي أصفق عليها زاد مهندس ممدوح، لأنه يعني فعلا حلو إن مو لأنه مو أي شخصية أو مو أي أشخاص ممكن يتمتعون بمهارة القيادة، فحلو إنك شبابنا يكونوا فعلا متمتعين بالشغلة هذه أو بالصفة هذه. أكيد، يعني أنا ممكن ما أقول لك مثلا مبدعين مثلا في التسويق، يعني أنا يعني أؤمن كل بلد لهم تميز في أنا أتكلم في البيزنس، في بيزنس معين، في ناس متميزين في التسويق، في ناس في إدارة الموظفين، في ناس في الأعمال المكتبية والسكرتارية، لكن أنا أتكلم لك عن السعودية بإذن الله من أقوى المهارات، ولدائما أنا يعني حسب يعني أتكلم لك يعني تجربتي العملية، ما هو كلام يعني نظري، أكيد. إنه من أبرز المهارات يتميزون فيها هي القيادة، قيادة فريق، قيادة مشروع، مبادرة جديدة إلى آخره. طيب استاذ ممدوح، انا عندي سؤال لك، كيف كان تصورك للقصص لقصص الاصرار قبل وخلال التصفيات وبعد، كيف نظرتك تحولت يعني في خلال هذه المرحله؟ الحقيقه انا يعني بدايه المسابقه عندما رشحت في لجنه التحكيم، يعني كنت افكر اني احط لنفسي معايير اقيم من خلالها القصه وفق المعايير اللي وضعت اصلا، يعني يعني قلت يعني ايش ممكن اسمع، يعني ماني عارف يعني ايش ممكن اسمع من شبابنا وشاباتنا في المملكه، يعني ما كنت اتوقع، فما اشغلت يعني تفكيري، خليني اسمع بعدين انا اشوف. لكن لما سمعت وقرات الحقيقه وفرزنا القصص، يعني والله ما في شيء ما يعني ما مروا فيه صراحه، وهذا يدلك على يعني قوة إصرارهم، يعني من فاز بالجائزة الحقيقة استحقها، والكل والله كثير من القصص لكن الجائزة محصورة بعدد، لكن الكل يعني استحقها. فأنا قبل ما كنت أتوقع، لكن بعد صراحة يعني عجبتني القصص، وكثير من القصص ألهمني أنا شخصيا، وصرت يعني في دوراتي أذكر أمثلة، يا أخوان ترى في قصة صارت كذا كذا، لا تقولوا في جزر بعيدة، أنا أتكلم من واقع عملي أنا شفته بإمكانك تشاهدون هذه التجربة. فأنا استفدت من القصص بذاتي أنا، أو أني أذكرها أمثلة يستفيدون منها الناس في الدورات اللي نقدمها. أكيد، وهذا الغرض اللي كان يعني من خلاله طرحنا قصص المرشحين بطاقات بلا حدود، علشان اللي يقول في مستحيل أو أنا فاشل أو أنا ما أقدر أو أنا الفرص ما جاتني سنحت لي أني أبرز نفسي، لما يسمع قصص هذول الشباب والبنات يقول لا ما في شيء في الحياة اسمها مستحيل، أنا أقدر أسوي، أنا باستطاعتي أني أعمل. صحيح، أحسنتي. نعم، حاب تضيف كلمة أخيرة مهندس ممدوح قبل ما نختم مع حضرتك؟ الله يسعدكم، والله أنا شاكر لكم يعني هذا التصريح الرائع على مثل الأفكار، ترفع هممنا كلنا حقيقة، شبابنا وشاباتنا، ويعني وأشكر كل من قام على الجائزة، وأشكركم أيضا في الإذاعة، وجزاكم الله خير على هذه يعني الصباح السريع. شكرا أستاذ ممدوح، بس قبل لا تقفل إحنا ما حقول لك أنا عطني اسم، بس أنت في أحد معين متوقع أنه هو اللي حياخذ الجائزة؟ والله ما أنا قلت الصراحة اللي قابلتهم كلهم يستحقون، لكن ما
ما عندي حد معين لهم، الجميع يستحق. إن شاء الله يوفقون اللجنة الأخيرة إن شاء الله في اختيار الأنسب. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ ممدوح. الله يسعدكم، شكرا لكم جميعا. يا هلا. يعني صراحة مثل ما قلنا، مثل ما توقعنا إحنا، قصص من جد تثلج الصدر. إيش رأيك أستاذة هديل؟ راح نشوف مستمعينا الكرام. نعم. نشوف مشاركاتهم معنا. أذكركم على السريع على أرقام تواصلنا اللي حابين يتشاركوا معنا اليوم بقصص الإصرار. إذا عندك أنت قصة حاب ترويها لنا يلا شاركوا معنا. مشتركين الاس تي سي على 84770، موبايلي 640660، زي 746262. اللي حابين يشاركوا طبعا عبر الاس ام اس. وبالنسبة للمشاركة الهاتفية المجانية راح تكون على 012-61-61-100. وأيضا لا تنسون صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أف أم. ناخذ مشاركة، نقول ألو. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ مساء الخير، أحمد الزهراني من جدة. يا هلا أخوي أحمد، حياك الله. كيف حالك أستاذ أمينة؟ وكيف حالك أستاذ هديل؟ أهلا بيك أستاذ أخوي أحمد. أنت لقيت وظيفة ولا لا؟ أول شيء خليني أسأل. أنا إيه الحمد لله. أيه عندك؟ اشتغلت في مجال يعني ما كنت أتمنى صراحة يعني. طيب. وما كان طموحي للشغلة ذي، كان طموحي لشغلات ثانية بس ما تمكنت منها. طب قلنا ايش هي شغلتك وش اللي كنت انت تطمح له؟ شنو اللي كنت تتمنى انك تشتغله؟ يعني الشيء اللي اطمح له اني اشتغله درست فيه، درست عنه. اوكي. ايش هو؟ السفر والسياحه. طيب جميل. كان ودي اشتغل في خطوط السعوديه او انه اكون مرشد سياحي. طيب. اشتغلت الان في احد البنوك. أي نعم. هاي مرة بعيدة يعني أحس. أي نعم مرة مجالها. طيب. غير صراحة. حاولت كذا مرة يعني إنه أقدم في نفس الشركة كنت أتمناها. حاولت أقدم تقريبا أكثر من 5 مرات. هي مرة واحدة اتصل علي، سويت اختبار الإنجليش الحمد لله عديت فيه، لكن يوم رحت هناك فاجأوني بشيء يعني صراحة أستحي إني أقوله. طيب شوف أخوي أحمد، أنا بقول لك شغلة، أنت خلك على وظيفتك إنزين، والوظيفة اللي أنت تطمح لها لا تيأس، دور. أنا ما يأس. شركات. أنا ما يأس أستاذ أمينة. إيه رح تلاقي صدقني. أنا قاعد أحاول. إيه حاول. أحاول أطور نفسي بعد وبعد، وحاول إني كمان أكمل بكالوريوس، أنا ما أخذ دبلوم. حاول إني أكمل بكالوريوس. يا سلام عليك. أكمل بكالوريوس على وشه، بس إني بحاول وأكمل. يعني لا كمل. صدقني ما تدري بكرة شنو يصير. وانا من وانا في المتوسطه صراحه صدمني اني كنت قاعد اني اشتغل. طيب اسوي بازار. الله حلو. اي نعم، واشتغل فنادق واشتغل في الامن في المطار. بس اتعلم شغلاتهم. نعم شوف اخوي كنت اطمح فيه اني اشتغل فيه. انا بسعدني انك دائما بتشارك احمد بطاقات بلا حدود. خليك معنا على المشاركه. شارك معي لانه مجرد انا ما يفتح عندي الويب سايت لسه يعني ما زالوا صراحه شغالين فيه، لان كل يوم بتجينا كميه من الوظائف. صدقني انت كل المستمعين اللي راح الاقي له شيء مناسب وقاعد يصر ويطمح ان شاء الله راح اكون ايدعان لكم، وراح نشوف لك وظيفه في السفر والسياحه. وابشر وابشر انت وكل الخوان اللي يعني ساعدناهم. شكرا لك. الله يسعد يعطيكم العافيه وحب مسي عليكم وعلى المستمعين ان شاء الله. ويعني وشكرا لك ويعافيك. رحمن ذكرني بشغله استاذه هديل، اليوم يوم المهنه، اليوم بالهيلتون في وظائف، مجموعه كبيره من الوظائف في فندق الهيلتون من الساعه 5 العصر إلى الساعة أعتقد 10، إلى الساعة 10 من الساعة 5. أنت على الهواء لسه معانا. طب شكرا لك يا أحمد. شكرا لك وللي يسمعونا. اليوم يوم المهنة، روحوا على فندق هيلتون جدة، قدموا على الوظائف الموجودة هناك، شركات كثيرة طالبين موظفات وموظفين. راح يبدأ من الساعة 5 العصر إلى الساعة 10 مساء، من 5 العصر إلى 10 مساء. إيش رأيك أستاذ هديل؟ فرصة جميلة والله. الهيلتون كل سنة يحتضن يوم المهنة، وبعد كده أيضا في أماكن تانية راح يحصل المهنة، فهذه فرصة ممتازة لجميع الطامحين اللي بيبحثوا عن عمل. أكيد. وهم يلاقوا أشياء مناسبة. نعم. والحين فرصة لأن في تصحيح الأوضاع اللي صار طبعا من مكتب العمل والعمال، يعني راح تلاقون فرص وظيفية كثيرة. راح نطلع فاصل أخير وراح نرجع نواصل معاكم مع طاقات بلا حدود، فابقوا معنا. طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمينة العبد الله. أرقام تواصلنا للي حابين يشاركون معنا اليوم بطاقات بلا حدود وقصص أو جائزة الإصرار
اللي ضيفتها معنا اليوم الأستاذة هديل حسيني مديرة البحث والتطوير في جائزة الإصرار. شاركونا على أرقام تواصلنا. للمشاركة عبر الاس ام اس مشتركي الاستيسي على 8477 موبايلي 640660 زين 7462 62. وبالنسبة لخط هاتفنا المباشر والمجاني على 012-61-61-100. أيضا لا تنسون صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على آت ألف ألف أف أم. ولا تنسون أيضا مثل ما قلنا أنا أستاذة هديل في البدء قبل شوي، اليوم يوم المهنة بالسعودية، عندنا في مدينة بالتحديد مدينة جدة في فندق الهيلتون، توجهوا من الساعة 5 إلى الساعة 10 مساء في مجموعة وكمية كبيرة من الوظائف بانتظاركم. روحوا وجربوا وإن شاء الله يا رب الله يوفق الجميع. الحين أستاذة هديل رح معنا مداخلة من أستاذة فائقة الإدريسي مرشدة اجتماعية ونفسية. نرحب فيها، نقول لي سعد مساك أستاذة فائقة. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله معنا أستاذة فائقة بطاقات بلا حدود. يعني احنا جدا سعيدين بمشاركتك معنا اليوم، وحبيت تسالين، يلا حخليك المره هذه تسالين تبدين هديل. اول شيء احب ارحب في استاذه فائقه، فعلا كانت يعني كانت ام لنا وللمرشحين كلهم الله. خلال فتره التصفيات والترشيح، فاحب اشكرها على هذا الشيء. استاذه فائقه حابه اسالك، ايش رايك، كيف كان تصورك عن القصص قبل وخلال وبعد التصفيات أو بعد ما قرأتيها وسمعتي عنها؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. والله حقيقي أنا من يوم عرفت عن الجائزة عرفت أنه وراها خير كثير. جميل. كذا إحساس من داخلي ورؤية أنه يعني تشيع ناس أنهم يبرزوا كقدوات لشبابنا في مجال البحث عن العمل والنجاح في العمل، اللي احنا كلنا مطالبين به كمسلمين. صحيح. يعني المسلم مطالب بالسعي، وما وليس للإنسان إلا ما سعى في أي عمل. صحيح. فإظهار هذه القدوات للشباب وإنهم يطلعوا ويقولوا المصاعب اللي مرت بيهم والتجارب اللي مروا بيها والثمرة اللي في النهاية قطفوها، هذا كان جدا رائع. أكيد. لأنه بدي نموذج يحتذى به. حلو. أكيد أستاذة فائقة شفتي نماذج يعني بجائزة الإصرار قصص. نعم. نماذج مشرفة جدا. نعم. يعني أنا في رأيي العشرين على الأقل اللي كان لي شرف حقيقي مقابلتهم كانوا كلهم يستحقون هم يكونوا نماذج، لكن إحنا عندنا طبعا كان محدودية في الانتقاء وكذا، وكان لابد أن نختار. نعم. كلهم كانوا فعلا هذول اللي لازم الشباب يقتدوا بهم والشابات. هذه هي النماذج، يعني عجبوني في إصرارهم، في خلقهم، في تخطيطهم، في تحديهم. نعم. أقول في تحديهم المصاعب اللي واجهوها في حياتهم، تحديهم يعني عندهم قوة تحمل عجيبة. ما شاء الله تبارك الله. يعني الإنسان ترى في هذه الدنيا لازم إن هو يتحمل. نعم. وإلا إذا هو يبقى مع فئة لا تريد أن تتحمل مسؤولية ولا يريد أن يتحمل ضغط فإنه يبقى في الخوالف. نعم فعلا أستاذة فائقة، يعني إحنا كان كل ما يطلعوا معنا طبعا جائزة الإصرار، يعني قصتين كنا بناخذها، يعني كنت بقول لهم قصص قوية، يقولون لا في أقوى بعد لسه حيجيك، يعني قصص من جد. يعني أنا سعيدة أنهم طلعوا من خلال طاقات بالحدود، عشان مو بس عشان كبرنامج، لا علشان كل الشباب والبنات اللي قاعدين يسمعونا يستفيدون من قصصهم هذه، واللي تجيه أي مشكلة أو عقبة يقول أنا سمعت فلان الفلاني في قصته وشون هو قدر يتجاوزها. حضرتك كمرشدة اجتماعية ونفسية، شلون توجهين الشباب بالذات الحين انت عارفة أستاذة فائقة في يمكن نسبة البطالة شوي عندنا، والشباب في نوع من الاكتئاب أو في نوع من التقهقر بيقول أنا ماني لاقي وظيفة، لكن عقب القصص اللي انت سمعتها شنو تقولي لهم كمرشدة اجتماعية ونفسية؟ والله أنا أقول لهم شوفوا الحياة مليانة فرص، الله ما خلق شيء كذا وهملا وتركنا هكذا، لكن علينا اقتناصها. صحيح. ابحث دور وكون في نفسك مهارات، والمهارات يعني سبحان الله يعني قابلة للتعلم زي ما قلت لك، على قوة التحمل وعدم اليأس والمثابرة، الحزم والحسم، هذه كلها مهارات ممكن الإنسان يكتسبها يقوي نفسه بها في أثناء بحثه. صحيح. لا يترك فرصة ولا يستغل فرصة. صحيح. يعني أنا عجبوني كثير شبابنا
ولا أنا والله أحطهم شبابنا وشابات أنا أحطهم تاج على راسي. صحيح كلنا والله أستاذة فاعل. والله يعني بدأوا من الصفر يعني إلا بدأ بتنظيف يعني دورات مياه ولا بدأ ببيع شاهي ولا يعني أشياء بسيطة جدا. إحنا يعني صحيح. مع الأسف يعني أقولها وأنا في قلبي غصة إنه كثير من يعني الشباب بني في 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 يعني في مفهومهم واقع غير واقع وهو أنه سيتخرج سيجد يعني الكرسي ينتظر استنى ومكتب وكرسي و... هذا هو. لا, لا 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 هي الحياة ليست كذلك. خلقنا الإنسان في كبد صحيح. لابد إنه سبحان الله يعني ترى حتى الإحساس بالإنجاز نعم. يعني اللي هو في قمة يعني السلم في الحاجات الإنسانية الإحساس بالإنجاز ما يجي غير بعد ما إنه الإنسان يقطف ثمرة تعب عليها أكيد أصلا طعمها حيكون غير يا أستاذة فائقة. الشيء اللي بيتعب نعم. عليه بيكون فرحته وطعمه غير عند الإنسان اللي بيجيب السهالة نعم. سبحان الله يعني أنا أوصيهم إنهم يحاولوا يجربوا ويعني يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وما ييأسوا نعم. وما يقفوا على الأطلال أكيد صحيح. يعني في إنسان مثلا ممكن يجرب عمل عملين يقول لا أنا طيب أنا بتقولوا لي جرب أنا جربت نعم وما نفع. لا يا ابني لا يا بنتي جربوا أكثر ربما نعم. هذا الباب لم يكن مخلوقا لكم. صحيح فعلا ويفتح لهم أبواب أخرى نعم نعم, نعم. إحنا بعدين أنا لاحظت في شيء في يعني شبابنا وبناتنا أنه كانوا جدا على علاقة طيبة مع الله سبحانه وتعالى في توكلهم عليه وعلاقة طيبة بوالديهم في يعني طلب التوفيق من الله عن طريق دعاء الوالدين. صحيح. أكيد طبعا. فأنا بقول لهم خذوا كل الفرص اتركوا كل الأبواب نعم. ما هو يعني مطلوب منكم أن تسعوا الله سبحانه وتعالى هو الرزاق الكريم. صحيح. صحيح بدون شك. احنا جدا سعدنا بمشاركتك معنا اليوم أستاذة فائقة الإدريسي عبر ثقافة بلا حدود ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق ونتمنى أيضا لكل المشاركين أو المرشحين. آمين يا ربي. شكر ربي يكرمكم جميعا وربي يكرم شبابنا وشاباتنا اللي يحتاجوا هم بس كده شوية توجيه ترى فيهم خير صحيح. كبير صحيح فيهم خير كبير نعم. شكرا نعم. حبيبتي شكرا لك أستاذة فائقة. كانت معي مستمعينا الكرام أستاذة فائقة الإدريسي مرشدة اجتماعية ونفسية. في شغلة أحب أقولها هديل الأستاذ أو المهندس ممدوح الشلال قال أنا صرت أستخدم النماذج هذول في دوراتي. يعني حلو إن نستخدم نماذج سعودية بدل ما نستخدم صحيح. النماذج الأجنبية يعني مثل بيل غيتس ولا مثلا اللاعبين الدوليين أو whatever يعني شخصيات. حلو إن إحنا يعني نأخذ المقاييس الشباب السعوديين صحيح. بصراحة إيش رأيك؟ والله يعني الصراحة لما سمعت الكلمة قلبي كده نط من الفرح فيعني فعلا يعني شيء مفرح جدا انه نبدا نستخدم فعلا امثله حيه من عندنا من واقعنا من حياتنا وعاداتنا وكل يعني اشياء سعوديه 100% انتاج سعودي يستاهلون نعم ونحطها امثله لناس يقتدوا بيها نعم. راح ارجع المشاركات الهاتفيه للمستمعين الكرام لكن على السريع ابي اشكر كل اللي قاعدين يتواصلون معي في صفحتي بتويتر او صفحه الف الف اف ام نهى القحطاني محمد الجهني ماجد تسعة ضي الابتسامه مشاري محمد جوهرة أبذوقي وعاشق السفريات كلكم أقول لكم ألف شكر لا عدمتكم يا رب. ونرجع لمشاركات مستمعينا نقول ألو منو معانا؟ أهلا وسهلا معك علي من الرياض. حياك الله أخوي علي من عاصمتنا الحبيبة الرياض يا هلا. أهلا وسهلا فيك مشكور على البرنامج الرائع وشكرا لضيوفك الكرام وبرنامج السراء بشكل عام. الشكر لك محمد أنت؟ محمد؟ علي محمد علي علي أنت استمعت عندك قصة إصرار يعني لقيت وظيفة أنا عندي قصة إصرار بس ما أحب أني أقول القصة الآن لأني إن شاء الله بحاول أشترك في المرة القادمة في برنامج إصرار وحبيت أقول لك من أحد الفائزين في التبتان هو مديري في العمل صحيح هلا مرة جميل أنا ما قلت له على أي شيء بخلي له أيام مفاجأة إن شاء الله أشوفي. هو دائما يعني يضغط علي كثير إذا قلت له برنامج إصرار وقلت له كذا ممكن راح يحن عليه شوي عارفي علي شنو تسوي له؟ عارف شنو المفروض تسوي له الحين المديرك المفروض انت وكل اللي معاك في العمل تعملوا له سبورتنج لما تنزل الفيديوهات صحيح. تبدون تصوتوا له بقوه حمله اكيد تعملوا له ما هو يدري احنا عاملين له مفاجاه الله يعطيه يعني بالرشحه ان شاء الله راح يتوفق وراح يفوز وبنقول له موفق ان شاء الله استاذي وانا ما احب اني اذكر اسمه الان ان شاء الله ان شاء الله
من احد الرابحين في البرنامج ان شاء الله. شكرا لك وعلى طبعا دعمك لمديرك وانا جدا سعيده بهالمشاركه. شكرا لك اخوي. احنا ندعم لانه هو دعمنا كثير ووقف معنا ويعني ساعدنا كثير حتى وصلنا للمرحله اللي احنا فيها. يعني احنا بدأنا كعمال داخل الشركه اللي هو فيها ما شاء الله والحين صرنا مدربين ما شاء الله. هذا من جد يستحق الشكر، مفروض نقول اسمه ونشكره بشكل علني. لكن عقب ما تطلع التصفيات أتمنى أنك تشارك أخوي علي عساس حتى أنا يتسنى لأني أشكره بصراحة على المجهود اللي بيبذله معاكم إن شاء الله. ونشكر أستاذ أمينة وعلى البرنامج وعلى بيبذله. شكرا لك أخوي علي. رح نشوف مشاركة ثانية ونرجع نعلق. ألو الحين ألو أيوه أهلا السلام عليكم. أيوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي، نتعرف على الاسم. أحمد. أحمد من وين يا أحمد؟ من جدة. من يعني مو من نفس جدة بس قريب منها. طيب ماكو مشكلة، كنا إن شاء الله يعني بلد واحد. أحمد أيوة أنا عندي مشكلة صراحة ومرة مشكلة كبيرة يعني. لا إن شاء الله ماكو شيء كبير يعني، عطنا على السريع إيش اللي مضايقك أو مزعلك ولا شنو مشكلتك هذه، نساعدك أنا أستاذة هدير. إن شاء الله إن شاء الله تساعدك. أنا أقول لك أنا طالب في مكة حلو. وانا خريج من الثانويه وكان يعني انا تخرجت انه ابغى فيزياء ابغى التخصص ذا حلو. ورحت فكان تعرف يعني الاهل وكذا والتحفيز وكذا، فقال لي ابوي لو دخلت هندسه انا راح اعطيك سياره. طيب ها عرض. ودخلت هندسه واعطاني السياره. طيب فين المشكله؟ بعد اول ترم حولت فيزياء. رجعت القسم اللي انت الحين انا عند ابويا واخواني وكل الاهل كذا انه انا هندسه، وانا الحين باقي لي سنه ونص واتخرج. هم ما يد... احمد هم ما يدرون؟ لا هم للحين مو عارفين، الكذبه ماشيه. اوبي يا الله. لا ماني عارف يعني ايش الحل يعني صراحه، يعني اكيد ابويا انه يعني بيقول انه ولدي هندسه وكذا عنده اصحابه طبعا. ماني عارف ايش الحل. شلون انت شلون سكت كل هالسنوات يا احمد؟ المفروض صرحت من البدايه، كان قلت لك هذا طموحي، انا ابي ادرس يعني ابي ادرس فيزياء. المفروض انت عارف انت خليتها لما كبرت زي البالونه كبرت 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 يعني. الحين انت حطيت في نفسك في موقف لا يحمد عقباه. والله انا ماني عارف كيف اسوي. طيب انا اقول لك تعطيني الحل استاذ هديل ولا حليف. طيب انا عندي لك شغله. طيب احساس اكيد احساس بالذنب برادك، لكن بقول لك شغله اخوي احمد، اكيد اكيد في احد في العائله له كلمه عند الوالد، أو الوالد بيحب يسمع كلامه، له تأثير كبير على الوالد أكيد. في أحمد ولا لا من أعمامك من خوالك من ربع الوالد؟ في أخوي الكبير. أخوك الكبير لا كلمة. طب ومن أعمامك وخوالك؟ أعمامي تقريبا ممكن ولد خالي، لأنه هو فاهم يعني بيشتغل في الغنم وزي كده زي أبويا فبيكون معه. طيب حلو. طب إيش رأيك في الغنم؟ يعني معناته بيروحون البر أكيد عند الغنم صح؟ ايوه. طيب بالضبط. خل اخوك الكبير وولد خالك هذا ياخذونه هذا المكان اللي يحبه وبيروق فيه وبيكون فيه يعني عنده سعه صدر اكثر، ويفتحوا له الموضوع تدريجي بشكل تدريجي، ممكن مش من دفعه واحده او من المره الاولى، لا ممكن ياخذونه على مدى اسبوع كامل كل مره يمهدوا له الطريق. انت عارفه انا خريج 1430، دحين احنا في 1434 يعني باقي لي سنه واتخرج. طيب اوكي يقدرون يمهدوا لك الطريق يا احمد، يقدرون يمهدوا لك الطريق، ما يصير انت وصلت للتخرج الا انت خلاص. بس خلهم هم، انت لا تشارك معاهم، خلي الاثنين هذول ياخذون المكان هذا اللي يحبه ويفتحوا له يمهدوا له كلمه ورا كلمه او مره ورا مره، وان شاء الله يا رب ما يصير اللي فيه الخير واللي كاتبه لك. خلاص انت قد مشيت يعني بتعليمك. كيف ابدا بالموضوع يعني؟ اي ابدا خلاص. حتى اصحابي اللي معي يمين بالله ما في احد عارف انه انا فيزياء، كلهم بيقولوا هندسه وهندسه. مره انا مخبي الموضوع عنهم كلهم، مره راح الموضوع عند واحد راح ينتشر. طيب شوف احمد، انا هذا اللي اقدر اقول لك اياه، انك يعني تخلي اثنين هذول هم اللي لهم تاثير على الوالد، الله يحفظه لك ان شاء الله، وان شاء الله ما يصير خاطر الا طيب وخاطرك الا طيب، ونفرح بتخرجك. شكرا لك. كمان بما ان انت يا احمد اخترت الفيزياء، هذا دليل انت شغوف جدا فيها، فاكيد انت شايفها من نظر جميله جدا. ترى معدلي مره جيد مره حلو. ما شاء الله ممتاز. لازم تخليهم هم يشوفوا قديش الفيزياء حلوه وجميله وقديش مفيده، وايش ممكن ايش ممكن انت تسوي في حياتك. هم اكيد اكيد الوالد طلب منك او في عشان السياره صراحه. انا عارفه بس ما بقولها على الهواء. يلا خدت السياره حلال عليك. بس شكرا لك يا احمد، وسوي اللي قلنا لك اياه، وان شاء الله الله يسهل لك امورك. الوقت للاسف داهمنا استاذه هدي، انا جدا سعدت بتواجدك معايا اليوم. انا سعدت والله، وسعدت فعلا. كل خميس مميز سر
تواجد طاقات بلا حدود أو سماع الطاقات بلا حدود زي ما كنت أنا موجودة. شكرا لك أمين وشكرا لألف ألف أم. شكرا لكم أنتم بعد شركة تام وجائزة الأسرار اللي طبعا اخترتوا طاقات بلا حدود إنه يكون انطلاق للشباب هذول القصص كفاحهم والمسابقات أيضا القادمة. مستمعينا الكرام وصلنا خلاص لنهاية محطة طاقات بلا حدود، إن شاء الله رح أرد ألتقيكم يوم الأحد القادم. جميع المواد أو الموارد التي نحتاج إليها موجودة داخل عقولنا. ثيودور روزفلت. كنت معكم من خلف المايك والإعداد أمينة العبدالله، أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع باقتنا البرامجية برامج ألف ألف أف أم، وأقول لكم خميسكم فلّة.